قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مادة في قانون الانتخابات يسمح حتى الآن بإعادة فتح باب الترشح على مقاعد الفرد فقط. وأضاف مروان أن حكم الدستورية العليا سيرسل إلى محكمة القضاء الإداري غدا للفصل في الدعوى المقامة أمامها، مؤكدا استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات فور الانتهاء من تعديل القانون. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد قبول المحكمة الدستورية العليا طعنا على المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى الفور سارعت رئاسة الجمهورية للتأكيد على احترامها للقرار. وطالب الرئيس السيسي الحكومة بسرعة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور والحكم الصادر عن الدستورية العليا في مدة لا تتجاوز شهراً.